زين، نجي على الجي ان جلوميرولار ديزيز اللي تسوي نفروتيك سيندروم. اول واحد اللي هو فوكال سيجمنتال، ثاني مينيمال تشينج، والثالث اللي هو ممبرنس نفروباثي. انتبه وياي، انا بالمحاضره السابقه قلت الثرومبوزز، طبعا هاي تنويه، الثرومبوزز يصير بسبب زياده الفايبرونوجين، لان راح الليفر يزود، فبالتالي يصير هايبرليبيديما هايبر كواجول ستيت. السبب الثاني للثرومبوزز انه نقصان البروتين سي وبروتين اس اللي هم منه انتي ثرومبوتيك ايجنت اللي يطلع مع البروتين باليورين. فخلي يكون ببالك هذا التنوع عليه. عندنا اول ديزيز اللي هو فوكال سيجمنتال جلوميرولو سكلروزس. زين، اول شيء لازم تعرف سم تيرمينولوجي. من اقول لك ديفيوز معناه اذا عندك 100 جلوميرولاس، اوكي، هذن ال100 كلهن افكتد بمن بالباثولوجي. لكن من اقول لك فوكال يعني 50 من الجلوميرولاس دني، اوكي، افكتد بهذا الباثولوجي. هاي الفرق ما بين الفوكال والديفيوز، وهاي الصوره توضح يعني هذن كلهن متاثرات، لكن هنا ناو متأثر، هذا ما متأثر، هنا متأثر، هذا ما متأثر، أوكي؟ فصم جلو مريولاي. زين، من أقول لك جلوبال تختلف عن السيجمنتال. جلوبال على مستوى الجلوميرولاس نفسه. من أقول لك جلوبال باثولوجي يعني كل الجلوميرولاس متأثر اللي باللون الأحمر، لكن من السيجمنتال، السيجمنتال نص الجلوميرولاس، بارت من الجلوميرولاس. لذلك الباثولوجي مالتنا فوكال سيجمنتال، معناها الباثولوجي يكون فوكال يعني صم جلوميرولاي، سيجمنتال يعني نص من هذا الجلوميرولاس. تمام شباب؟ زين، جلوميرولو سكلوروزيس يعني شنو؟ جلوميرولو سكلوروزيس معناها ثيكنس بالتيشيو، معناها ترسب بالهيالين ممبرين، يعني زيادة هيالين ماتيريال. تتذكر بالباثولوجي من عندنا ديسوردر اسمه أرتيريو سكلوروزيس. هذا الأرتري يصير بيه ثيكنس تضخم، أوكي، وفايبروس تيشيو. نفس الوضعية هنا على مستوى الكابيلري مال الجلوميرولاس، راح يصير بيه فوكال سيجمنتال جلوميرولار كابيلري سكلوروزيس. أوكي، فبالتالي من نجي ناخذ بايوبسي احنا راح نلقاها بهالشكل، هذا عباره عن هيالين ممبرين، اوكي. والبرايمري دامج مالتنا شنو؟ فوت بروسيس افيسمنت بودو سايت انجري، اوكي شباب. لذلك هو يعتبر شنو؟ يعتبر الموست كومن كوزز اوف نيفروتيك سيندروم ان ادلت. موست كومن كوز ان نيفروتيك سيندروم اوف نيفروتيك سيندروم ان ادلت. يصير بالتشيلدرن لكن بنسبة أقل. تمام شباب؟ بنسبة أقل. إذا شنو الباثولوجي مالتنا؟ الباثولوجي سكلروزيس، أوكي؟ يعني ثيكنس بالوال وبالتالي فايبروزيس. وبالتالي هذا راح يسوي ديستيربنس إلمن أو إفيسمنت إلمن للبودوسايت. زين، شنو سبب الفوكال سيجمنتال جلوميروسكلروزيس؟ خلينا نتفق بكل الجلوميرولونفرايتس، كل الأمراض اللي راح ناخذها بيها برايمري كوزز وبيها سكندري كوزز. يعني برايمري سبب بالكيدني نفسها، أفكشن للكيدني نفسها، لكن السكندري اللي هو شنو معنى السكندري؟ معناها مرض ثاني بالجسم اجا وأثر عليه من على الكيدني، أوكي. مثلا HIV اجا وأثر على الكيدني، انفكشن اثرت على الكدني، اوتو اميون. يعني الكدني از سكندري افكشن المن لهذا المرض. هذا الفرق ما بين مصطلح البرايمري ومصطلح السكندري او جيناتيك. زين، شنو الكلينيكال فيتشر اللي يجي بيها المريض؟ احنا شنو اتفقنا؟ قلنا نفروتيك سيندروم. يجي البيشنت بأوديما بروتينيوريا، يشتكي من البروتينيوريا اللي هن ذني الأعراض اللي أخذناهن، واحدة من عندهن
shortness of breath إلى آخره. Edema, periorbital beating, pleural effusion, hypercoagulable state إلى آخره من النفروتيك سيندروم. هاي بالنسبة لمن للكلينيكال فيتشر. زين أسبابه primary. البرايمري كوز طبعا ما حد يعرف الكوز النون أو الميكانيزم النون أوكي ما حد يعرفها غير معروف idiopathic primary causes أوكي ما يعرفون الميكانيزم شلون صار لكن السكندري كوزز نعرف أوكي مثلا عندك diabetes obesity reflux nephropathy drugs مثل الهيروين HIV sickle cell anemia هذن كلهن يؤدن المن الى focal segmental glomerulosclerosis ناخذ اهم اسباب السكندري ونجي نشرح عليها من اهم اسباب السكندري هو الدايبيتيك والدايبيتيك نيفروباثي الى موضوع واحد لكن اريد اركز عليه من على الاوبيزيتي انتبه وياي احنا الاشخاص الطبيعيين من نولد لنا عدد ثابت من النفرون لذلك الكدني مالتنا متعودة على معدل ثابت من الفلتريشن تمام؟ لذلك هذا الشخص إذا كبر وسمن تمام؟ يعني سمن أوفر يعني أوفر ويت أو أوبيز فبالتالي راح يزود عنده كمية الفلتريشن لأن راح يزود عنده البريفرال سيركوليشن فبالتالي النفرون اللي موجودة ما راح تتعود وإنما راح تنجرح راح يصير بها دامج راح يصير بها هايبرتروفي والهايبرتروفي راح يؤدي المن الى فايبروزيس فبالتالي هذا يؤدي المن الى سكلروزيس ويكون بشكل فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروزيس بسبب من بسبب الاوبيزيتي ايضا من اهم الاسباب بالاطفال ريفلكس نيفروباثي تمام ريفلكس نيفروباثي اللي هو عباره عن شنو عباره عن اكو صمام يعني هذا بالجراحه كونجنيتال انوملي المهم بسبب انه يجي UTI متكرره يورينري تراكت انفكشن يورينري تراكت انفكشن الى ان يصير بي سكلروزس اللي ياخذون هيروين اوكي هيروين ادكشن اللي عندهم HIV وطبعا يسوي كولابسنج فيريانت الفوكال سيجمنتال بي هواي انواع تحت الميكروسكوبي اوكي يعني بي خمس انواع بس هذا راح تشوف بوست جراجويت اسوأ نوع اللي يسوي HIV السيكل سيل انيميا ايضا راح يجرح بالكابيلري ويسوي سكلروزس تمام وضحت الفكره شباب والكلينيكال فيتشر قلناها هي شنو نفروتيك سيندروم زين كدايجنوزس احنا شلون نشخصها نشخصها بالبايوبسي لان قلنا كل جلوميرولونفرايتس لازم احنا ناخذ بايوبسي ونشوفها تحت الميكروسكوب يا اما الكترون مايكروسكوب يا اما شنو لايت مايكروسكوب طبعا باللايت مايكروسكوب راح تشوف شنو راح تشوف هذا المنظر اللي هو الهيالاين ممبرين اللي هو باللون الاحمر فهذا indicated of what indicated of sclerosis تمام لكن يكون بالالكترون مايكروسكوبي اوضح هذا بالنسبه للدايجنوزس ما يجي عني يجيك مثلا patient adult يشتكي من نفروتيك سيندروم تدور على الاسباب السكندري كوزز اذا ما لقيت اوكي تروح تسوي له بايوبسي وتشوفه تحت الميكروسكوب اوكي شباب زين التريتمنت مالتنا شنو التريتمنت ستيرويد فيرست لاين ليش لان هو انا استخدم لان هو على الاغلب بالبرايمري السبب اوتوميون وقلنا اغلب اسباب جلوميرولونفرايتس هي اوتوميون فاستخدم فيرست لاين كورتيكوستيرويد سكند لاين اذا ما لان اذا صار له ريزيستنت للستيرويد استخدم سايكلوسبورين وتاكروليماس وطبعا الفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروزس هذا كل الصعب بالعلاج لان دائما هو ستيرويد ريزيستنت لذلك البروغنوزس مالته بور بروغنوزس اوكي خصوصا اذا كان فيريانت ممكن تايب 5 او تايب 4 من تاخذون ان شاء الله بوست جراجويت اوكي تعرفون التايبس من البور بروغنوزس لذلك على الاغلب ينتهي بمن بسي كي دي واند ستيج رينال ديزيز تمام شباب وضحت الفكره زين فهذا بالنسبه للفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروزس
هو الموست كومن كوز اوف نيفروتيك سيندروم ان ادلت. يجيك البيشنت يشتكي منين؟ يشتكي من نيفروتيك سيندروم. مو لا تجي انت شو تسوي؟ تستبعد السكندري كوزز، تخلي ببالك لان هو دائما الموست كومن، تخلي ببالك السكندري كوزز، تستبعد الدايبيتس الاوبيزيتي ما اعرف شنو، تاخذ من عنده بروبر هيستوري. اذا ما لقيت سبب واضح شوف بايوبسي تمام، وتشوفه تحت الميكروسكوب راح يطلع لك هذا الشكل الشخصه تمام شباب. فهذا بالنسبه لمن؟ للفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروزس واللي يؤدي لمن؟ الى نفروتيك سيندروم. وطبعا بالنسبه للتريتمنت اوف سكندري اوكي اعالج السبب تمام، يعني ما انطي اميونو سبرسيف، يعني مو دائما اعطي اميونو سبرسيف، وامشي على ايس انهبيتر حتى شنو اقلل الانتي بروتونيوريك. طبعا التريتمنت من ضمن التريتمنت اوف نفروتيك سيندروم اللي هو هذا ذكرناه تمام، يعني من اقول لك فوكال سيجمنتال تذكر لي هذا التريتمنت وتذكر لي السبيسيفيك تريتمنت مالته اللي هو كورتيكوستيرويد سايكلوسبورين والتاكرو ليماس تمام شباب. هاي القصه.